نمسيك بالخير نورة العميري، معنا دائما نور. في برنامج عسيف، والاي تي في دائما معك سواء كان في الحلوه وبالمره. ان شاء الله كل مره بالحلوه. ان شاء الله مسي عليك بالخير نورة. اليوم انت كمؤثره في السوشيال ميديا اكيد خطواتك محسوبه. اي خطواتي محسوبه جدا بالفتره الاخيره، لعظم محسوبه وايد. واحنا نبي ناخذك في بدايه اللقاء على الفيديو اللي انتشر لك ويمكن احدث ضجه كبيره وضغط عليك يمكن وغضب من بعض المتابعين. تسمحين نحط الفيديو؟ اي اكيد. شوف الفيديو ونرجع لك. شيخه لا عاد مو مصجج، ماكو سياره بالفندق اوبر شو اسوي؟ تبين تصلين؟ ايه برب الكعبه. لا مو كذي، شوفي برستيج ام صاحب، ومو جاي على نفس وسياده ومسخره. لا عيب، لا صدق عيب. نوره شو السالفه؟ مش السالفه، انا هذه شخصيتي حلو؟ ما اقصد ولا شيء ابدا. أنا كذي طلبنا أوبر، شفت الانتيرير وأنا ضحكت. أنا هذه شخصيتي، أنا هذه من أي أحد يتابعني من البداية، هذه كذي أنا. ما حطيت ببالي إنه أبداً في الموضوع استهزاء أو أياً يكون، لأن أساساً أنا اللي يتابعني من البداية راح يعرف إن بالطبقية هذه مالي فيها أبداً. ضحكت على الشيء، وإحنا ككويتيين ككل احنا شعب يحب الضحك، يحب الغشمره، يحب الضغط. انا ابدا مو قصدي اصلا، انا قاعد اضغط اول شيء بنت خالتي، ما ضغطت السايق ولا شيء. فالناس سبحان الله دائما يقصون مقطع بسيط ويحطونه. بس انت يعني احنا الكويتيين مثل ما قلتي نحب الضحك، لكن اللي صار في الفيديو اللي قبل شوي يعني نوعا ما استهزاء في سياره شخص انت راكبه فيه اللي فسروه. أنت أكيد راكبة أوبر، يعني سيارة شخص عادي ويترزق الله، وأكيد ما راح يركبك يعني مرسيدس آخر موديل. في أوبر تقدر تطلب فيه مرسيدس، تقدر تطلب فيه إيه، يعني قصدي إن سيارة شخص بسيط يترزق الله، أنت قاعدة ما أدري يعني قاعدة تستهينين في سيارته وتقولين مسخرة وكذي. لا هذا اللي أخذ عليك فقط. صح كلامك، ممكن أي أحد يشوفه بصورة غلط، كأي إنسان ما يعرفني أو حتى لو يعرفني ممكن شاف مقطع بسيط حس أن الموضوع فيه غلط أو استهزاء. صح. ولكن أنا برد على هالموضوع بشغلة واحدة. أول شيء الأعمال بالنيات، أنا والله مو قصدي أبدا ولا شخصيتي أن أنا استهزأ بحد. أنا ممكن ضحكت وطلع علي الموضوع سلبي، وهذه نقطة أنا الظاهر ما كنت منتبهت لها كلش، والحين بالعكس كل غلطة بتعلومة. الحين نعم. تكونين حريصة دائما. راح أكون حريصة أكثر، ولكن أنا أرد وأقول أبدا مو قصدي ولا تربيتي. لأن فعلا اللي يعرفك عن قرب يدري أن أنت صاحبة قلب نظيف. صح. ما عندك من كذي انظلمت. بالضبط. لأن أنا كنت أوفر على نياتي. بس خليني أقول لك شغلة. يعني شوفي لا نقول انظلمت، لأن أنت زلة وردة فعل طبيعية تكون. صح كلامك. اي يعني وانت يمكن اعترفتي في هذا الغلط، وحتى يمكن قدمتي اعتذار. اكيد مو غلط ان الانسان يخطا. بالضبط. البني ادم خطاء، شيء طبيعي، الله خلقنا مو ملائكه. صحيح. احنا صحيح. بشر. الغلط انه واحد يكابر على الغلط. لما انت تغلط وتعتذر بالعكس هذا شيء وايد حلو، دليل ان انت انسان فاهم ودارس ومتربي. صحيح. عدل ولا؟ صحيح. سواء كان قصدي او ما كان قصدي، فانا طلعت لان نفس ما شفت صار علي هجوم وممكن الناس تشوفه غلط. صح. عرفت شلون؟ فأنا طلعت، ولكن انظلمت. إيه انظلمت طبعا، ما في شيء اسمه. أنا الحين بسألك سؤال، كل غلط أنت الحين لما عندك ولدك لما يغلط غلط بسيط تعاقبه عقاب بسيط على قد الغلط؟ أنا بسألك سؤال، أنت الحين هم يقولون أنا استهزأت وغلطت على الرجال، صح؟ هذا غلط. هل انت تصلح غلط بغلط؟ غلط اكيد. لا زين، لما انت خايف على مشاعر السايق وانت تي تغلط علي بشرف وسب وقذف واهل، انت سويت كارثه. صح. انت سويت كارثه، يعني كأنك انت يعني قاط مثلا شخص مثلا سوى اي غلطه قاطه مع مجرمين يعني ذابحين، يعني
كل غلط لا ردة فعل. المبالغة في ردة الفعل مو مبالغة كبير. كانت ظهولة. والدليل على هذا في ناس، بعض الناس طبعا، في ناس بالعكس قالوا لي كومنت نورة مو شخصيتك. أنا احترم بالعكس، ممكن أعدل من نفسي وأشوف نفسي. صح. أنا ما انخلقت ملاك ولا انخلقت بيرفكت. صحيح. أنا بس عندي مشكلة واحدة، أنا طلعت على سجيتي. صحيح. فممكن أن هذه الناس تشوفها غلط. أكيد. يمكن هذا اللي قبل شوي كنت أقوله لك نورة، أنا قاعد أقول لك أنا شفت الفيديو بس أنا شفتها من نظرة ثانية. أي. إن نظرة إن ممكن تي بين رفيجات ساعات فصلات ويضحكون. باي ذا واي هذا كله يندار بين كل ربع، وأنا أتحدى إن ربع ما يسبينش. بالضبط. أنا غلطتي إن صورته يعني. لأنه ما أقصد لو أكو واحد يسوي الغلط ويفضح فيه. صح. لا طبعا. فأنا ما كان قصدي نهائي. أنا ذكرت لك هذه زلة. زلة وأتعلم منها بالعكس. ولكن أنا أنصدم من الناس اللي لا عندها لا رحمة ولا ضمير، لأن هذيل كلهم هذه الدنيا تدور سواء بشيء زين ولا شيء الشين كله بيرجع لك. إذا ما رجع لك الحين بيرجع لك بعدين، إذا ما رجع فيك بيرجع حق شخص تحبه أكثر من نفسك. اللي كان معك منو كان معك؟ بنت خالتي شيخة. خلينا نشوف شنو قالت على الموقف. ما حاشا شيء. إيه طلع سليمة. شو أصلا الموضوع كان كله ضحك. أصلا إحنا منذكر قاعدة أضحك. أول شيء اللي صار إن إحنا أول شيء طالعين من ضحك وقاعد نضحك ونتقشمر، ما كان في أي إساءة حق سائق الأوبر. الناس وايد كبرت الموضوع، مو كل الناس صراحة، في ناس تفاعلوا معنا واستأنسوا معنا وقالوا حتى إحنا لو مكانكم راح نسوي نفس الشيء. صار الموقف، ضحكنا، ركبنا مع السائق، كان اللي حاط الشرشف ما قال لنا من قيمته، بالعكس كان حاط شرشف واحنا كنا قاعد نضحك معاه ونقول ليش اللون هذا. واللي تابعوا السناب كامل راح يشوفون ان التكمله عقب ما ضحكنا، اول شيء احنا مستأذنين منه، هذه نقطه. ثاني شيء قاعد نقول ليش، شنو سالفه الشرشف؟ اصلا السائق كان متفاعل معنا وقاعد يضحك وقاعد يقول لنا القصه، قاعد يقول لنا القصه انا حطيت هذا الشرشف لان في عائله ركبت معي واليهال حاطين علوج بالقنفات. في ناس أصلاً قاعد تقول ردوا مرة ثانية السفرة أو ردوا مرة ثانية ركبوا، ما فيها شيء، وهذا شيء طبيعي. ونورة اللي عارفها يدري إن هي على طبيعتها، ودائماً هي تغشمر، عمرها ما تعالت على حد، وكل كلمتها جخ وما أدري شنو، لابسة كذي ومسوية كذي، بس هي مو قصدها يعني. والبنت الحمد لله شايفة وعارفة وبسيطة جد. صحيح. متى يتكب؟ نسيت شلون؟ تفاصيل ثانية يعني، الناس شافت نورة والهجوم كان على نورة بس، بس شيخة يعني أهم شيخة يعني، بس طلعت ولا طلعت؟ طشار خفيف، طشار خفيف. نورة يمكن الكومنتات والتعليقات شوي استفزتك أكثر، أكيد الحولك والناس اللي قريبة منك يعني عارفة أنا شو بتقولين؟ إي عندك ما يعني ستريت ما أعطي مقدمات. عارفين الاستفزاز اللي صار أكيد ردة فعلك اللي كانت من بعد شو أنا حتى ردة فعلي دمها خفيف طبعاً، حتى رد فعلي دمها خفيف صجعاً يبحوني. بقولك شيء، إذا لبستي وسيع قالوا لابسة وسيع ولبسك هلقي وما تعرفي تلبس، وإذا لبستي ضيج قالوا أنت ما تستحين على وجهك وغيرت أدب. أنا بالأخير أنا واحدة مصالحة نفسي، بلبس إن شاء الله قميص أبوي، هدوم أمني كيفي، هدومي أنا مرتاحة. أنا قاعدة أذيك لما ألبس شيء، هل يضايق عينك؟ تضايقين؟ لا أكيد لا، كل واحد حر بتصرفاته واختياراته. هذا اللبس دام ما يأذيك ليش تقدري تعلقين؟ فأنا تنرفزت كان أقول وبعدين شوفي خذوا يعني خلوا شوفي عشان أوريك أن في ناس شلون سلبية وشلون هي الطبقية. خلوا الفيديو، خذوا يعني الاحتضار والكلام وكل شيء قلته. ها قصوا مقطع وحطوا، وبعدين بقول شيء من قصدك خلقي أصلاً ميتة من الضحك، وصارت قطة عندنا بالبيت، صارت قطة حتى بالجامعة. صح. يوقفوني نورة قميص شغلة صار الوضع ضحك. فسبحان الله أنا دائماً أقول في نعمة من الله حلوة، لابد أي شيء سلبي يصير وياك لابد أنه يعني سهلي وتحولينه إيجابي. بس أنت لما قلتي الجملة هذه إن ما أقصدها طبعاً يعني، كنت قاعد تغشمرين. ما كنت قاعد غشمر، كنت تخيل انت كل يوم احد يقول لك لبسك مو حلو، لبسك ما شنو، صح؟ اذا يعني انت شكو بلبسي. فانا قلت انت قلت حق الفئه معينه ورديت، وانا اعيد دائما بكلامي انا اقصد فئه معينه. انت يلي تقولين كومنت كومنت، يبقى قميص اغلى من صالتك، يبقى جاكيت اغلى من استديوكم زين مثلا.
قاعد نضحك يعني على غشمرة. إذا خلينا نشوف الفيديو شوف غشمرة ولا شوفه شو. لا ما كنت قاعد غشمر، كنت متنرفزة بس مو من صجي يعني. يعني هذه جديدة متنرفزة. لا أنا بقولك شيء، خلينا نشوف الفيديو وأنا أحكم عليه. يلا شيء ما عجبك قل خيراً أو أصمت. ناس تصور سيايير وتصور جناط بخمسين ستين ألف، جيتوا علي أنا؟ أنت يلي ما تعرفين تلبسين، أنت يلي خيمة، أنت يلي لبسك لحجي، أنت يلي هيلقية. تبون أنتوا يعني شفتوا هذا قميصي؟ أنتوا تبون هذيل الفئة اللي قاعد تدز لي هالكلام الناس المعينة، شفتي هذا قميصي أغلى من صالة بيتكم. يلا انا اليوم لابسه قميص بوريش عشان تحتاج انا اليوم كنت بلبس قميص قلت لا يبا الحوش بعدين هالقميص بروح اسوي عليه مزاد لكي الموضوع لازم اي مبين الفيديو انه هو ضحك لا انا قلت وهذه القطه العاديه اللي دائما احنا نقولها مثلا انا الحين مثلا تاتي مثلا انا راكب سيارتك تخاف على سيارتك مطلع. اقول ايش دايلن لامبورجيني كذي احنا شي قطه صحيح فانا قلت انا قاعد اقول لك حتى وانا ما اصب دمي خفيف فهذا لا لا واضح انه يعني غشمره ما هو يعني الموضوع جدي أكيد. اليوم أنتوا يعني مشاهير في السوشيال ميديا لازم تكونون حريصين عدل حريصين وايد حتى أن اليوم بالفيديو هذا ما كان له داعي تطلعين أنا أشوف كذي يعني أني أبرر؟ إي يعني أنا أقول لك ليش بررت أول شيء أنا مو ما أحب أبرر إلا بشيء واحد لما أحس فيه كلام يصير زيادة على الموضوع نفسه يعني ردة فعل تكون مبالغ فيها يعني أنا أقول لك الحين الناس فيها عيب مع الخيل يا شقرة أنا قلت كذي يلا كلنا يلا باكر واحدة تحط عني مدح يلا كلنا ما يصير هذا واحد أصلا حتى لما دشيت الهاشتاج مسكينة واحدة ممثلة نفس اسمي حاطينها نورة نورة زين أنا أتأسف منها أصلا فشلة لا نورة عادي دمها هم خفيفة يعني ما يخالف بس قاعد أقول لك شفتي شلون أن الناس ما تعرفك بس تبي تغلط عليك مو صورتي مو أنا وبعدين اي غلطه تسويها انت اللي مو شايفه خير انت اللي حديثه نعمه بس انت تعرفين هالشيء احنا دائما نعرف يعني انا في بوستات تنزل مثلا على لقاءاتنا 80% من اللي قاعد يعلقون مو عارفين شو السالفه اي هذا غلط ولا هذا شخص انا ارد عليه زين بالضبط ليش تردين عليهم عيل انا رديت حق الناس اللي تحبني وفهمتني غلط مو حق الناس وبعدين انا بهالموضوع سبحان الله انا جت يعني يوم ضايقت وايد وانا مو شخصيتي اللي شخص ضايق انا دائما اسهل الامور عشان تسهل صدق ترى اللي شاف الفيديو واستغرب ان اول مره يشوفون نوره وايد ضايقت وخنقتها العبره كان مبين ضايقت ما اقول لك لا صراحه صدق ضايقت ثاني يوم سكرت انا سناب يوم كامل عشان انا ما احب اشوف ثاني يوم قعدت من النوم سبحان الله سبحان الله هذا يقول لك اذا الله حب عبده ها إلا الكلام كله متغير كله كلام حلو ناس دقوا علي والله العظيم يعني ما كنت أطري على يعني ما كنت أتوقع بيوم من الأيام أن أنا أصلاً أهمهم ناس وياي من الابتدائي ناس وياي بالجامعة ناس مشاهير ما أعرفهم بعدين في نقطة وايد حلوة أن أنا يعني هذا شكر خاص حق الناس اللي بالسوشيال ميديا سواء الانفلونسر ممثلين مذيعين أي أحد دش علي هون علي بكلمة طلعت من قلبه هذا يعني لي وايد شيء كبير طبعا فانا سبحان الله كنا يعني شيء يقول لي يعني ورا ما يسوى تضايقين لان انا الله يعلم بنيتي ان ابدا مو قصدي تجريح واستهزاء ابدا فلقيت ثاني يوم يعني حسيت ان انا كنت تافهه اني زعلت تافهه اني رديت على كلام الناس ثاني شيء في نصيحه تنقال بشكل حلو وكلام يندر اما في فئه ورد شوف فئه طبعا الحين وانا قاعده وياكم راح تتقطع فيديوهات ونحط وانت اذكر ها زين هذا لابد زين اذا لازم نقص لهم فيديو بعد كم سعر القميص كم سعر القميص لازم يكون لازم سبحان الله القميص والله قاعد اقول لك بعلقه بالصاله عشان نحسب الصاله فيها تلفزيون قاعد اقول لك هذا شو انا شريته ما عليه ديسكاونت على ديسكاونت مصيبه اقول لك فانا الحين لما قمت ثاني يوم شفت كلام الناس وشفت ان اهلي وربعي وكل شيء يمي فانا قلت الحمد لله الحمد لله على كل حال والحمد لله اصلا طحت بمصيبه اول شيء اتعلم انه مو دائما الواحد حلو يتعلم من غلطه ما يعيده ثاني شيء اقول سبحان الله بين لي ناس وايد تحبني وفي عندي رفيج ابوي ريال وايد كبير
فدز لي بقول لك كلمه، قال لي اللي اذا سبوك ألف فليحبونك مليون. وانا ريال كبير وقاعد اقول لك هالكلام. والله حلو الكل تفاعل معاك يعني. الكل يعني شيء وايد حلو. نظاره الناس هذه نعمه من الله. بس ديري بالك، قاعد اقول لك خلاص فيك تقول لنا بقلبهم عليك. ديري بالك نورة، انا بصراحه في شغله انا خلص يعني فيديو احنا تكلمنا عنه وودي ان احنا نعديها هذه المرحله. شغله بصراحه وايد حلوه. يمكن قبل شوي انت كنت تكلمين انه والله في ناس كانت تتعلق على لبسي وغيره، بس بالمعنى الحرفي لكلمه فاشينيستا هذه طبقتها بصراحه نوره. بمعنى انا احنا ما مو اي شخص مشهور. انت طبيتي فينا الحين بترفعون حلو اشوس واطلع. لا انا اقول الصدق. شوف لا والله ما طبينا فيه. لا تغشوا والله. لا نوره انا بصراحه اللي بقلبي يبين بسرعه بسرعه على وجهي، انا اقول الصدق. طبقتيه انت بمعنى انه صار لك لاين وخط بالفاشن، ان كان في ناس تحبه ان كان في ناس ما تحبه، بغض النظر نوره سوت لها براند قد يكون ممكن انه هو ينافس عالميا. ممكن ليش لا؟ ممكن ليش هذا القميص اشتري صاله ايوه اكيد. شو اللي خلاك تاخذين هذه الخطوه؟ اول شيء انا من زمان احب الاشياء، انا دائما احب اللبس المريح ويكون غريب. احنا عندنا بالمجتمع يعني اي شيء غريب سبحان الله يصير مو مألوف، دائما يحوش انتقاد. انا واحده ما ارد على احد، انا عاجبني عاجبني، مو عاجبني مو عاجبني. يعني عادي انا اروح مثلا رفيجاتي كلهم يقولوا مو حلو مو حلو، اشوفه حلوه خلاص اطلع فيه عادي. انا كذي لان احس اللبس يخصك انت كشخص ما يخص احد ثاني. هذا واحد. ف يعني انا من زمان سويته وحصل على هذا الكولكشن خلاف وكرهته، خليته بالبيت سنتين. اوف ليش؟ الكولكشن مالي حصل خلاف. وتعرفين لما سبحان الله تنفرين من الشيء، مع ان هذا الشيء الوحيد يعني اللي انا احبه حيل. وبعدين الفاشن نفس اللوحه، يعني الحين مثلا الفنان لما يرسم لوحه ما عندك مقاييس جمال تقارنين عليها، ما في. ما عندك والله عيونها كبيره خشمها صغير لا ما له جمال. فالفاشن نفس الشيء، وخاصه لما طلع شيء اسمه ستريت فاشن. صح. ان انت ممكن تلبسين اي شيء وهذا يكون فاشن. فانا من كذي لما احد يعلق ما ارد عليه واعيش حياتي كامله بلبسي قميصي. كملتي في هاللاين؟ انا ودي اشوف اذا انت راح تكملين في هاللاين ولا للحين انت على رايك بعد هذا التقرير. يلا زيني جاخ. شفتي بنظاره وبدون نظاره زاد الحلو. ايش خاصكم انتم عطيني النظاره تزيدني جمال يعني عيوني كله عند منى. اسود كي دبليو مكمله ان شاء الله في هاللاين؟ مكمله. بعدين بقول لك معلومه، سويت الكوليكشن كل شيء منه 3 بيسز بس. حلو. وما شاء الله بالاوبننج اللي سويته الناس دشت على غرفه المودلينج، مو هم قاعد يبدلون، خذوا الهدوم وشروهم. صح. شروهم على طول. ثاني يوم نزلت المحل تقريبا انا الحين عندي سولد اوت خلاص. حتى الناس لما تدش لاكاونتي انتو نوت بروفيشنال، انتو ليش؟ لان سولد اوت، ارد عليكم شنو اخذ؟ اي طلبيه اخذها. انا نزلت تقريبا 800 قطعه وبقوا عندي بالبيت nothing يعني ينعدون الأصابع. وسويت بري أوردر على نفس الكولكشن اللي طاف، بس كل شيء منه اثنين عشان ما بيصير زيادة. ولسه اللي جاي أحلى إن شاء الله. متى راح يكون إن شاء الله؟ أنا الحين قاعد أشتغل على طبعا في معلومة إن أنا أشتغل وياي ديزاينر ياباني، ويشتغل وياي ديزاينر ثاني من كوريا. الخامات كلها يابانية، الماتيريال أتحدى أحد فيه، أتحدى أحد يطلع فيه عيب بغض النظر عن اللبس نفسه. اذا في ناس ما يعجبهم هذا طبيعي عادي. صح. بس ان الماتيريال والفينيشينج شيء جود لك. جود لك. جود لك اكيد ان شاء الله. نوره ما يصير نختم وما نسال، يقولون بتتزوجين ايطالي؟ لا سويسري. سويسري غيرتي ها؟ غير عن شهد غير عن شهد يصير انترناشونال. ما نبي كذي. نبارك اكيد ما نبي فيز خلاص يبغى من سفر. عاد ما شاء الله عليك وعلى سفراتك، الواحد عينه بارده على هالسفرات. احب السهرات. استانس. احلى شيء احلى شيء. نبارك اكيد لي بنت خالتك شهد. حبيبتي الله يبارك فيك. الله يبارك لهم ان شاء الله. الله يبارك فيك. يمكن البعض ممكن هو استغرب هذا الخبر. انا بيني وبينك ما حطيت بسناب شات، فجاه لقيت جروبات يباركون لي، قلت شي سالفه. الله يهنيها ان شاء الله وتزوجت على سنه الله ورسوله، ودام اذن شهد مرتاحه
فإحنا طبعا كلنا معاها أكيد تستاهل كل الخير صراحة. طبعا طبعا أكيد. ودنا نتكلم عن الثقة. دائما المؤثر في السوشيال ميديا يكسب ثقة المتابع. حلو. وفي حال أي كلمة قالها أي معلومة قالها نوعا ما تكون مؤثرة. خلينا نشوف هذا التقرير نرجع ناخذ رأيك فيه. تمام. بالفترة الأخيرة تحولت الإعلانات على السوشيال ميديا، صرنا نعرف بأغلب المنتجات من خلال المشاهير. سألنا الناس هل بيقتنعوا بهيدي المنتجات وبيشتروها؟ والأهم، مين هي الفاشينيستا نمبر 1 بالكويت؟ برأيك مين الفاشينيستا نمبر 1؟ دكتورة خلود. طب هل الفاشينيستات لما يعرضوا برودكت على السوشيال ميديا بتصدقيهم وبتشتريهم؟ والله مش كله، بس احنا علشان متابعينها وجربنا حاجات من عندها فبثق فيها هي يعني. بصراحة لا، يعني ثقتنا صارت أقل لأن صارت المصداقية معدومة الصراحة، فيعني بالعكس لما يروجون حق منتج يمكن تقل ثقتنا فيه زيادة يعني. تأخذ الشغلة بالسوق، يعني مثلا من الأسواق الشعبية وتقعد بيعها في البوتيكات وسعرها أغلى من السوق يعني. أحس مو صادقين المنتج اللي قاعد يعرضونه، وايد يعتبرون نفسهم نمبر 1، بس ما أدري إذا هم فعلا نمبر 1 ولا لا. البنت الكويتية بنت عز، من أوانها ما عمرها تنطر أحد يعلمها شلون تلبس أو شنو تحط أو شنو تاكل. لا، ما عندي ثقة بأي سوشيال ميديا أساسا، أنا ما أتابع أي سوشيال ميديا، واللي أتابعهم بلوجرز عن ترافل بلوجرز وهالشياء اللي أستفيد منها أنا شخصيا، بس فاشينيستات لا، ما أتابع. لا كويتيات أبدا، ما أتابع فاشينيستات. أنا ودي أعلق على اثنين تكلموا. حلو. واحدة قالت إن الكويتيات بنات عز ونعرف من عمرنا نلبس هناك. خليجيات. أنا بس يمكن هذا الموضوع بأخذ رأيك فيه. إحنا حلو. ما نتكلم عن المؤثرين في السوشيال ميديا إنهم راح يعلموننا، هم يدلوننا على مكان. مثال، أنت اليوم متابعينك من البنات مثلاً بالآلاف، لما تقدمين لهم بعض المنتجات وهم قاعدين بالبيوت يقدرون يتابعونك وانت رحتي المكان الفلاني المكان الفلاني، انت كأنك صرتي خلينا نقول مراسل البنات في اماكن يمكن ما يقدرون يوصلون لها بيوم واحد، ويتابعون اكثر من شخصيه، يتابعونك يتابعون غيرك. فهني يعني هني وضعكم يكون ايجابي لهم ومفيد. اتوقع كل شيء يعني سلاح ذو حدين، في شيء مفيد في شيء مفيد. بالاخير انت يعني وصلتوهم الى اماكن هم قاعدين ببيوتهم. اي بقول لك شيء، انت الحين مثلا، انا مثلا الحين رحت بالي، حلو، صورت كل اماكن انت مو رايح بالضبط شفتها. اي والله ترى خوش اماكن، خل نروح. هذا مو معناته انت ما اول مره تسافر بالضبط. بالعكس انت شفت شيء. انا دارس، انا بالجامعه عندي تو ميجرز، داش المساند مالي اعلام، فوايد كنت حتى بالاعلام دائما علاماتي ايه بالمكان بالتخصص الثاني خذوا خل. فانا دارسه ان شيء اللي اسمه اعلان، ان انت تتكلم عن منتج، انت تعلم الناس ان هذا المنتج موجود وتخلق فيهم حاجه، انت شلون ذكي وتقنع تقنعهم ان شلون هم ما عندهم حاجه بهالشيء مثلا ويشترونه. صحيح. تخلق حاجه وهو ما انت تحتاجه، فهذه شطاره. بس بقول لك شيء، انا قاعد اتحكى عن نفسي لان ما بتحكى باي لسان اي احد، كل من غير كل فئه. انت بالاذاعه في ناس تختلف عن بعضها. صحيح. بالتمثيل بالدكاتره كل واحد لونه وطريقته واسلوبه. انا عن نفسي ما احب اني اكذب بالاعلان، ولو تسال شركات راح يقولوا لك في وايد مطاعم انرد يعني سوري يا ابو الاكل، قلت لهم ما اقدر، ممكن انا شوي مرات تتبالغ، ممكن ذوقك، ممكن انا اصور طبق. انت قلت الله ينن، لان انا ذوقي احب اشياء غريبه او احبها، انت جربتها لا والله مو حلو، هاي كذابه، ما له شغل، هو شيء انا اوريك اياه، شوقت عليه رحت خذيته. صح. عطر تقدر تشمه، عجبك خذيته، ما عجبك لا تاخذه. انا هذا اللي قاعد اقول لك،
وبالاخير انت لما تتابع احد، انا اتابع فلان ولا فلان، ممكن اتابع هذا لان ذوقه بالعطور حلو اثق فيها، ممكن هذه بس شخصيتها حلوه استانس عليها طاقه، شخص ثاني والله زينه بالشعر، والله هذه تسافر اشوف اماكن زينه. فانت كمتابع خلي يكون عندك ثقافه، شنو انت تختار؟ انت مو ما انت مسير يعني، مو اي شيء احد يحطه اروح يلا صح، والله حسيت انه يناسبني والله صح. بجربه أي. في شيء اسمه جرب قبل تقدر تجربه اي بالضبط تقدر تجربه قبل ان انت هذا هو. تشتري فما حد راح بس انا جدا ارفض ان انا اقول باعلان اكذب فيه، مثلا شيء ما عجبني واقول عجبني، وانا شخصيا مستحيل اخذ شيء ما يناسبني، لا باكل لا بعطور لا ميك اب ولا شيء ولا هدوم ولا شيء ولا شيء. فاحس انه يعني افتشل من داخل نفسي اذا قاعد اكذب اكيد يعني أكيد. الواحد يفقد مصداقيته بالانسان اذا اكيد لازم الانسان عنده مبادئ بس في كذبون وايد طبيعي طبيعي اي مجال حتى الدكاتره يكذبون لا بس دكتور المعلم إيه بس المجالات هذه اللي تكلمين عنها خلينا نتكلم 2% حلو. لكن مجالكم اكثر من 50% تعيديني ولا لا؟ ولا عندك نسبة معينة؟ لا ما عندي نسبة معينة، أنا ما أقدر أحكم على أوادم. يعني بشكل عام يعني. أكيد لابد فيه، قاعد أقول لك، كل شيء فيه شيء زين والمو زين. في ناس ممكن إيه عندها أنه والله خلنا أستغل هالفترة باخذ لي مبلغ زين وبعدين باي، لأن بالأخير الناس كذبت قلت الصدق كله هم صح بينتقدونك صح اكيد لو انت بالبيت قافل اروح الباب هم بيحوشك انتقاد صحيح ففي ناس مبداها بالحياه انه عادي انا بالنسبه لي مو عادي اكيد 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 طبعا نوره يمكن دائما من خلال السوشيال ميديا سناب وغيره تعرضين بشكل عام يعني لايف ستايل انا ما اتكلم على بس اعلانات وغيره ولا سفرات وحتى رفيجاتك القراب منك الكل تقريبا يعرفهم مو كلهم بس يعني القراب حيل دائما انهم يطلعون في السوشيال ميديا في صديقه الكل فاقدها ما قاعد يشوفها ما قاعد نشوفها مع نوره العميري لكن خلونا نشوف من هي نرجع نسولف عسى المانع خير لا اكيد كل خير لا فوز يعني فوز مو رفيجتي اختي فوز ف ما اقدر اقول لك انه يعني اكيد حصل سوء تفاهم سوء تفاهم في زعل هذا الطبيعي لا تقولي لي اي اثنين ربع طبعًا. يحصل بينهم زعل بس زعل الربع حلو زعل الاخوه حلو يعني ان شاء الله ان شاء الله بعد هالفيديو نشوفكم مع بعض مره ثانيه اكيد لا انا اكلمها الحين وكل شيء مرات يحصل مرات تدلعين على رفيجتك مرات يصير سوء تفاهم بس الظلم كانتها نفسها من قاعد يدلع الثاني ما عرفنا ثلاثنا كل واحد يدلع الثاني كل واحد يدلع الثاني فانا الصراحه عمري ما تكلمت هالموضوع لان انا ما احب صداقتي برفيجتي تكون محور حق السوشيال ميديا اكيد زعلنا بيننا وبين بعض وناستنا وضحكنا قدام الناس صح. بس انه ما كل لك الخير وهي اختي وهي تعرف ان مكانتها ما تتغير لو شنو يصير بيننا ورادين وبقوه ان شاء الله ان شاء الله اكيد نوره العميري شكرا جزيلا لك على وجودك اليوم معنا وسعه صدرك وتحملتينا كثير خلال لا عيوني ايش دعوه الله يطول عمرك ويسلمك الله يوفقك ان شاء الله امين دائما الانسان الله يرزق على قد نيته ودائما نيتك صافيه ثقي تماما ان كل هذه الامور ستنسى والشيء اللي يذكر النسى خلاص النسى من ثاني يوم النسى خلاص نورتينا نوره حبيبتي يلا والمكان مكانك دائما تعرفين احنا مثل ما قلت لك في البدايه احنا دائما معاك في الحلوه والمره وان شاء الله القادم يكون افضل أكيد وناطرين اكيد جديد ان شاء الله مره ثانيه تجيبوني مسوي اختراع نوات جديده كتاب شيء ان شاء الله نورتينا شكرا لك شكرا لك اذا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم نشوفكم ان شاء الله على خير باكر بي نفس الموعد تصبحون على خير تصبحون على خير